هالو جايز، مساء الخير، حياكم الله في قناتي على اليوتيوب. معكم محمد دييغو، واليوم عندنا فتح طلبية سبونسرد راعي لأول مرة. نعم، الفيديوهات اللي طافت كانت مشاركة مني لكم. أي فيديو قناتي تشوفون بالوصف تحت حاط لكم لينكات اللي هي روابط القطع، معناته سبونسرد. إذا ما كانت في روابط معناته شنو؟ مشاركة مني لكم. خلونا ناخذ انترو فيديو اليوم. مثل ما شفنا بالانترو، اليوم عندنا فتح طلبية من فقرة كود 13، وهذا عادي يا جماعة، انا قايل اخلي الفيديوهات عفوية، ما حتى طلعت بدلية، يعني كتبوها بالكومنت اذا صدتوا بدلية. عموما اول تعاون بيني وبين فورديل، مثل ما انتم شايفين في حاط لكم بالرابط تحت لينك. هذا اللينك يوديكم دايركتلي على قائمة في فورديل عليها خصومات مخصصة بمناسبة الخريف، جديد الخريف في فورديل. بالوصف تحت بعد ما تلقون رابط انستغرامي راح تلقون ابليكيشن فورديل، اللي ما عندهم اياه يحملونه اذا حابين. طبعا اعتقد الجميع عندهم فورديل. وبعدين تحت تحت الرابط مال فورديل راح تلقون دايركتلي في رابط اخر، هذا الرابط يوديكم حق قطع مختارينها فورديل حق اطلالة الخريف، حق كوليكشن الخريف اللي مسوين عليه ديسكاونت وايد حلو وجبار. وهم هذا اللينك مني لكم انتو، راح تلقون في قطع مميزة عليها ديسكاونت. وتحت بعدين راح تلقون بيس نمبر 1، يعني القطعة رقم 1، بيس نمبر 2 القطعة رقم 2، اللي راح اعرضهم هني تشوفونهم. طبعا الفيديو سبونسر، اذا كان راح تشوفونه شوي يختلف اشياء بسيطة، اني احط ارقام القطع اساس انتو اذا عجبتكم قطعة تقدرون تضغطون على اللينك وتطلبونها. اوبا سجيلة، خلوني ابطلها وراجع لكم. اول قطعة اللون اللي انا اعشقه، اللون البني. للقياسات في فيديو بقناتي يعلمكم القياسات، بس هم احسها كبيرة، ما عندي هاي نك بني فاحتاج الترتل نك. بس شوفوا اللي صاير شلون، من هني صايرة نص، يعني مو اللي انتو تسوي لها فولد. خامتها اشوف فعلا خامتها حلوة حق الشتاء، لا مو حق الشتاء، هم تنفع حق الربيع. اقدر اشوفكم منها، معناته ان الخامة شوي خفيفة، بس مو خفيفة خفيفة، ان شاء الله تطلع مقاسي. انا هذول البلايز احب انه يكونوا شوي تايت على الجسم، احس وايد يحسرون حلوين اذا كانوا تايت، احسن ما يكونوا واسعين لوس. بس في ناس يفضلونهم واسعين، عندهم ستايل معين، فكل واحد وستايل. القطعة اللي بعدها عبارة عن بلوزة، على قولت واحدة من اليوتيوبرز راح في جنبي، البلوزة حبيتها، حسيتها وايد غريبة، ما عندي كذي. اللي يصير معاها الهودي من ورا لونها رمادي، في اكثر من لون، طبعا اكيد بطلب اكثر لون. انا عادة اشطب، بس هالمرة اساس انوع لكم بالتعاون اللي بيني وبين فورديل، فطلبت لكم اساس تشوفون معاي هذا اللون، احسه حلو راح يطلع يبين هني معاكم. خامتها وايد باردة، يعني احس حتى تنفع بالصيف صراحة، احسها تنفع بالصيف. يعني هم الهدوم الحين هذول اغلبهم يسمونهم عندهم خريف، اعتقد احنا بالخليج عندنا، لانه يختلف يصير الجو مختلط ما بين شتاء وصيف فقط، فتنفعنا هالبلايز. انا هني وايد عجبتني تبين هني. القطعة اللي بعدها عبارة عن شنو، انا ناسي. اوكي، هم ترتل نك مثل ما تشوفون، اللون البيسك اللي هو اللون الرمادي. هذول وايد حلوين مع الملابس، تركبون معاهم جاكيتات، تقط معاها سكارف. يعني انا حتى احفذ ان بعض البنات اذا يحبون هذول، صجنا من القسم الرجالي، لكن ترى ما يمنع ان اذا انت عاجبتك تروحين تاخذينها، لان مرات الخامه النسائيه شوي تكون مليقه، وايد سي ثرو، ففي بنات يدورون شوي تكون خامه ثقيله، والسوق ما يبون وايد عندنا السوق المحلي. فانصحك عزيزتي اذا انت حابه، وهم انا عجبتني يعني كلون، ما عندي هذا اللون هذا. القطعه اللي بعدها اوكي، نفس البلوزه اللي توه اللي فيها هودي من ورا، بس هذا اللون البيسك اسود. انا دائما اذا ضعت ما بين الاغراض وعاجبني عجبتني قصه التوب او البنطلون او السكارف او اي شيء، دائما اخذ اللون البيسك اللي هو اللون الاسود، فخذيت هذا اللون
اوكي مع هالقصه هذه قاعد تشوفونها هني. كان ودي ان شوي تكون الفتحه اكبر، احس وايد راح تطلع مور سكسير احلى، بس حبيتها واحسها وايد بارده، وتعتمد على حسب التطقيم اللي انتم تطقمونه يعني، واحس حلوه حق البادي بيلدرز اللي اجسامهم مرتبه. في منها اكثر من لون، شوفوا تحت بالرابط. هذول استخفيت لما شفتهم. وايد احب التيرتل نكس بشكل مو طبيعي، هذول مطبعين عليهم نكشه، الله احسها يا صب على الجسم، صب على الجسم يعني قياس الجسم. حلوه حلوه حلوه، وخامتها ناعمه، خامتها وايد ناعمه، وترى مو ثقيله ثقيله على فكره يا جماعه، على فكره مو ثقيله ثقيله. خذيت اكثر من لون، خلينا نشوف انا طالب كل الالوان ولا بس هذه اللي انا طلبتها هالمره، انا ناسي شنو طالب، بس حبيتها وايد حلوه، وايد قصتها حلوه. طبعا اشوني طلبت اللون الثاني، عجيب صح؟ عجيب، خالط ما بين البني على الازرق والكحلي، احسها نار، احسها جباره، حلوه وايد حلوه وايد حلوه، حبيت وعدلت الوان الكاميرا وكل ماله، وقاعد احاول اطور لكم المونتاج عشان تشوفون شيء يريحكم اكثر. موفق هالقطعه هذه، موفقه السوبر حتى هني انا متاكد. واللون الختامي من السلسله هذه اللي هي الهاينكس التيرتل نكس اللي هو هذا اللون، نايس، حلو حلو حلو. تخيلوا معاها الجاكيت كذي هم بروحها ترى تصير حلوه. ترى على فكره يا جماعه انا اكرر واقول، الهاينكس او البلايز الشم الطويل اذا زهقتوا منها تروحون تقصونهم تسوهم نص شم بدل ما ترمونهم، وتقدرون بعد ما ينقص هذا نص شم يتخيط الشم اللي بتقصونه، تقدرون تستخدمونه حق بعض البلايز تحطونه هني، او عزكم الله ينحط مع البوتات او الشوز من تحت بالشتاء يصير شكله وايد جبار. فتقييمي لهذول 10، 10 of 10. I love this collection really، حبيت. هذه قطعة لونها أبيض، أشوف أوه أنا مشطب على الكوليكشن كامل، حبيت حبيت، بس أحسهم وايد لوس، ما عليه أنا لأن أحب الهدوم التايت، بس خلينا نشوف إن شاء الله يكونون قدي. الإيد توني ألاحظها إنها كذي، يمكن حلوة إذا انزمت فوق صح؟ تبين باللبس، بس ما أدري. شوفوا أنا لأن في ناس ما يحبون الخامات تكون شوي سي ثرو، تبين شوي من الجسم، بس انا احب يعني عادي. الحين راح نوصل حق بعض التيشيرتات، غيرت المود. تا 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 حبيت ان شوي اغير، يكون عندي اشياء فريش غريبة مينونة، وايد حابها هني، وخامتها ترى صيفية حلوة 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 حلوة، يعني احنا يعتبر عندنا صيفي خريفي ربيعي، بس بين في شتوي، فوايد حبيت حبيت البرجر، تحس شي انه لذاذة اكل. يا في بعد كولكشن نطرو نفسه. القطعة اللي بعدها تا تا بطاطس بطاط، حبيت حبيت حبيت، فريش فريش، هذول الواحد ما يتكلم عنهم ولا يقول عنهم شيء، تحس شي مع الجينز وجوتي عزكم الله اصفر وكبوسي، يلا اطلع، عرفتوا تنفع حق بحر، الواحد يبي يطلع يبي يفرفش يبي يسوي. حبيت 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 this one really، يعني حق فرفشه، حق فرفشه، الواحد يفرفش اذا يلبس هالسوالف هذه، شي شوي يغير المود، شي طالع بطاط، انا بطاط. ما هي دعايه حق المطعم اللي بوريكم اياه، لكن هم عجبتني شوي غريبه. شوفوها. حبيت على الكي اف سي، على الكنتاكي، ما ادري احس ان شيء غريبين، يعني الناس جت لهم فتره هبه، وهم نفس ماركه موسكينو سووا على وايد اشياء وماركات اكل وتنظيف وغيره، فاحسها شيء تقول لك انه شوفني انا بلوزه حلوه، ما ادري شيء نايس. حبيت لان الناس هبوا بيبسي 7 اب وشي، بس هذه حبيتها ككولكشن معاهم. البلوزه اللي بعدهم عشان الحين الناس كلها هابين في توي ستوري، فحبيتها، ترى ينفعون يا جماعه، احسهم يونيسكس، ان اذا وحده تبي تلبسهم تلبسها مع ليجنج، البنات حلو عليهم ان تحطها بالبنطلون داخل بالجينز وتطلع شوي من برا، احنا الشباب حلو علينا تكون لوس. حبيت 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 حبيت، بس
يا على على القصة الجديدة، على الفيلم الجديد، ترى الاديشن الجديد هذه تعتبر مو القديم. موفقة، موفقة ألف. مع أني ما أحب هذا الرسوم بس البلوزة خطفتني، غريبة صح؟ حلوة. فجور شوفي حلوة صح؟ أنا ما أحب بسيط مليق، بس حلوين حلوين حلوين. أسعارهم ترى وايد حلوة، يعني ما أدري، أحس شي 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 نعنش الوردروب عندي. سبونج بوب المليق، بس حلوة البلوزة. بلوزة لكن حسيت الزحمة اللي فيها هي اللي محليتها. هذا فجورة، هذا شعب السبونج بوب كله صح؟ اي يعني سبونج بوب كله على بلوزة. اي حبيتها. كلهم كلهم هذول البلايز لوس كبار كذي طايحين طيح. احس هذول مو حلوين يصيرون بديات، اذا صارت بدي تصير وايد طفولية. فحلوة كحجم، بس في واحد مجسم معاهم هني معصب. كاو فجور، هذا شنو اسمه البنفسجي؟ ما تعرفينه؟ عشق الرسوم واخشى ما تعرفينه؟ حبيت بشوف بقعد اتمقل بالشخصيات بعدين. هذه البلوزة على سيمبسونز مو؟ لو عليها ريد بول، يا لما اسوي دايت شنو راح يصير فيني انا لما اشوف هالريد بول هذا؟ جبارة. حبيت حبيت صدق ان سيمبسون قاعد بالبوتمبا مالته من غير هدومه، بس حبيتها حبيتها حبيتها. احسها شي غريبه مينونه وحلوه حلوه مع جينز فاتح وتشب شب كذي بالصيف. لافد ات. وخامه بارده. تبقى عندنا البلوزه هذه، اعتقد اخر شيء راح اشوف اذا في الشيس بعد فيه. هذه عباره عن هاينك بس بادي 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 ضيج. انا احتاج البادي الضيج هذا لان ما عندي، حق بعض الملابس اقدر اطقمها بطريقه وايد حلوه راح تكون. تابعوني في شنو راح البس على قناتي، راح تشوفون ان هذه وايد تنفع باللبس. وترى الناس متعودين لما يشوفون شيء كم طويل معناته انه صيفي، لا شتوي سوري، صيفي. اصلا حتى خامتها بارده. محسن تعال 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 جيس، امانه الخامه بارده ولا لا؟ بارده مو وايد، الخامه بارده. محسن ما يبي يطلع وياها اساس شعره فلافل مو مسوي صح؟ هذه تقييمي لها 1000، انا متاكد ان شاء الله هني مو يصدمني التقييم. اول تعاون ما بيني وبين فور ديل، ان شاء الله عجبكم. مثل ما قلت لكم باللينك تحت تلقون انستغرامي، بعدين تلقون رابط فور ديل. اللي ما يبي اللي مو عارف فور ديل شنو هو يقدر يحمل عن طريق الرابط، وتحته راح يكون في رابط حق بعض القطع اللي اخترتكم اياها مع فور ديل اساس يكون عليها خصم لكم. وبعدين تحت كل قطعه مع رقمها اللي شفتوهم بالفيديو محطوط رابطها. لا تنسون تحطوا لنا وتدعمونا كثر ما انا قاعد اتعب لكم بالقناه، لايك وشير وتفعلون الجرس وتسوون سبسكرايب حق القناه اساس نشد حيلنا. وإن شاء الله بإذن الله نشوفكم بالفيديو القادم. وكتبوا لي بالكومنت شنو أكثر قطعة تحسون إنها واو، رقم كم بالضبط. نشوفكم إن شاء الله في فيديو قادم. سي يا جماعة، much love and respect. محمد دييغو، باي باي فور ديل.